في قضية حكيمي في شخص ثاني من أول القصة الأنظار متوجهة له وفي انتظار ردة فعله، مو مرته ولا والدته وإنما زميله في النادي باريس سان جيرمان وصديقه المقرب الفرنسي كيليان امبابي. الاثنين معروفين أنه بتجمعهم علاقة شخصية قوية جدا وصداقة بتتعدى مجرد الزمالة في المهنة أو في النادي، والناس جالسة بتستنى تشوف أي ردة فعل من امبابي. وفجأة ملت المنصات تغريدة وخبر أنه امبابي هدد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه رح يعتزل دوليا إذا ما ثبتت براءة صديقه حكيمي، وهذا الخبر كان متداول ومنصوب لمحطة تي في 5 الفرنسية الشهيرة، وبيقول أنه هدد بالاعتزال دوليا في حال وقع ظلم بحق حكيمي، وأنه طلب من نادي باريس سان جيرمان واللاعبين يساندوه في المحنة اللي بيمر فيها. في ناس صدقت وبدأت تمدح في امبابي الصديق الوفي، وناس تانية تنتقد تقول مو منطقي، لكن شوية بحث أظهرت الحقيقة وأنه التصريح مفبرك والموضوع ما له أساس من الصحة. وعموما أصلا يعني امبابي ليه يهدد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم؟ الاتحاد أصلا ما له أي علاقة بالموضوع اللي صاير واللي منظور أمام القضاء حاليا. وعشان نكون قفلنا كل التطورات في القضية، لازم نقول أنه إدارة باريس سان جيرمان اختارت حكيمي علشان يسافر لميونخ مع النادي لمواجهة فريق بايرن ميونخ ضمن دوري أبطال أوروبا.